وضيفنا الآن على الهاتف بعض الأمور عن هذه المناشدة وما ترتب عليها بعد ذلك. الاتصال جاهز؟ ألو؟ ألو؟ ألو. السلام عليكم أبو علي، شلون الصحة؟ هلا هلا بالغالية ست رقية، هلا بالعزيزة. يا أهلا وسهلا بك، سعداء أنت اليوم ويانا، نتمنى تكون ويانا حاضر بالاستوديو. وتتذكر لقائنا قبل كم سنوات، تكلمنا بهواية أشياء، ويمكن بالكواليس أنا وحضرتك تكلمنا عن حال الفنان العراقي، مع ما كان هذا بشكل معلن على الشاشة. أشياء مفرحة صارت وراء هذه المناشدة، لكن قبل ما نروح عليها، عندي يقين أستاذ حسين بأنه أنت حضرتك من كتابة هذا المنشور أصعب لحظة كانت هي من سويت نشر أو شير بهذه اللحظة، لأنه قرار مو سهل. أنت الآن الناس كلها يعني شبه انصدمت من الوضع اللي أنت به، فأتصور بعد سكوت طويل وبعد معاناة أنت أخذت القرار، فأتكلم عن هذه اللحظة وعن هذا القرار في جعل حالك أنه الناس كلها تعرف به، تفضل. اولا حقيقه يعني الشرقيه غرقتني بافضالها، يعني وانا حائر ما كيف يكون ردي، يعني كلمه شكرا يعني لا تكفي لكم مكانه، يعني كل اللي بالغروب الشرقيه بدءا من الاستاذ سعد البزاز وكل الناس اللي يشتغلون في هذه القناه الراقيه اللي هي قناه الشعب العراقي، لكم محبه في ضمير كل عراقي اصيل، ولكم مودة وتقدير في مشاعري ما تتخيل. شكرا جزيلا. أنا الشيء اللي أتمنى أن ما أقوله يعني بعيد عن الانفعال، ولكن ما يخطر في بالي هو مسائل بسيطة وعتب بسيط. إذا أمكن أرجوكم يعني بس الصوت عالي. عندي عتب مثلا، يعني هل إذا طالب الفنان بحقوقه بأدب وبشكل أصولي عن مظلوميته وغبنه، البعض يعتبر هذا استهزاء او نوع من التجاوز. استغرب من بعض العراقيين ومع الاسف وبشكل غريب يتجاوزون علي بشكل عدائي واضح. وانا اشك ان يمكن هنالك فضائيين مكلفين من قبل جهات مشبوهه اعداء للابداع والمبدعين مقابل ثمن، والهدف هو محاوله التسخيط لا اكثر برموز المبدعين وبلا مبرر او سبب مقنع. لكن ما نجحوا استاذ حسين، انت رمز كبير وقامه فنيه كنا نحبها ونحترمها، فاتصور ما فشلوا في هذا الموضوع، لانه الفنان ايضا هو بالتالي انسان الى طاقه على التحمل، يعني اكيد دائما لازم احنا نشوفه بالشكل المثالي وهو ما يفصح عن الامه عن همومه. تفضل. يعني انا ما بودي ان يعني اتداخل اكثر من هذين الملاحظات البسيطه والاشاره، ولكني اقول ان النسبه الكبيره جدا يعني فوق 90% من الشعب العراقي يحبوني وكتبوا طبعا لا غبار عليه. استاذ حسين لك معزه بقلوب العراقيين كلهم. الحمد لله. واكو شغله اريد احكيها، بعض العراقيين يعني يلوموني يقولوا لي انت شنو على اساس تروح الى قطر؟ وانا صدقيني والله العظيم ما مبلغ بشكل رسمي، موجود على ربما فبركه او ربما حقيقه، واذا كان امير قطر تكرم ان اقيم في دوله قطر، نعم الله عليه واشكره جزيل الشكر. لكن انا عندي ايضا مواقفي، انا ما يعني ما اتصرف بشكل عاطفي ولا اتسرع، انا ارتباطي بالعراق وارتباطي بمدينتي الحبيبه الناصريه، ومو بالشكل الهين ان اترك وطني الى اي مكان، ومع العلم ان معظم دول الخليج والدول العربيه هي اوطاني. هاي اكيد. وعندي ملاحظه الكل يعرفها، انه الاستاذ مؤيد البدري ولاعب الكابتن الراسي عدنان برجال كانوا عايشين في قطر، شنو الضرر في هذه القضيه؟ يعني يشتموني انت شنو تروح لكذا وانت، وبعدين يتهموني انا رجل واضح وصريح. انا قلت راتبي 400,000 ما يكفيني، اولادي قاعدين على الطالب بدهم اعينهم، حتى يشيلون حملهم عني، وهم ممكن يساعدوني ما استنكب من اولادي. انا معتزل الغناء
كنت اغني واحصل وانا كريم النفس، ما بمدح نفسي، هذا الكل اقرب الناس اللي يعرف هاي الحاله. فانا من تركت الغناء انا قاعد في بيت باسم زوجتي، يمكن باكر عقبه نختلف عن هذا، قلت تفضل الزم الباب ولو هي ما تسوي يعني. لا ما تهون عليها الاشغال، الانسان ما عنده يعني. نعم اذا يعني الانسان هو الفنان ما يمتلك مال، يعني انا رجل الله اكرمني القناعه وانا عشقي للمدينه الناصريه، انا المفروض ذولا اكو ناس حكوا علي من الناصريه مع الاسف. نعم. انا ابن مدينتكم، ابن مدينتكم المفروض تطلبون اني نصب لي تمثال وشارع باسمي اللي ما تيهت المدينه. نعم. وعشت كل الظروف الصعبه. نعم. يعني صار لي انا اقدر اقول اكثر من يعني من غنيت لحد الان مركز يعني زمن بسيط في بغداد، وبعدين رجعت الى مدينتي ومتحمل الضيم ومتحمل القهر ومتحمل الغبن، يعني مو من حقي انا يعني مثل واحد يقول احنا نقول فاض واحد بعد فاض بي بعد واولادك انت تعبت عليهم وثلاثتهم بدون تعيين، حالك حال يعني هاي بهاي النقطه انت حالك حال اي اب عراقي اليوم يتعب على اولاده وهو يعني من يكبر يسنده. هاي قضيه مهمه انه انت ايضا حكيت عن اولادك مثل مشاعر اي اب اليوم عراقي موجود، اولاده متخرجين وقاعدين بدون وظائف ولا تعيين ولا اي شيء. لا لا شو تموني قالوا لي شنو انت ليش تعين ولدك والاخرين عطاله بطاله؟ انا مخليهم عطاله بطاله؟ نعم. يعني انا كم حكينا انا بالعراق؟ نعم. يعني المفروض يقولوا لي تستاهل ابو علي. او اكو شغله ولا وسوا علي زحمه رقي الله يحفظك. تفضل. انا شكرا شكرا بدءا من الاستاذ الحلبوسي محمد الحلبوسي، اتصل بي رجل شخصيا حضرتك. قال لي تجي تقابلني وان شاء الله اوظف لك بقدر استطاعتي. انعم الله علي ارجع شكرا. واتصلت بي الست بيسون الدملوتي مستشاره رئيس الجمهوريه، قالت لي الدكتور برهم صالح رئيس الجمهوريه اللي يقابلك، نعم الله علي. يعني اكو بوادر خير احنا نحكيها. اذا بس اسمح لي حتى اوضح استاذ حسين، يعني لولا هذه المناشده ما كان احد عرف بحالك. اي ما كان احد اتصل بيك، وين كانوا قبل وين كانوا قبل عنك يعني وعن كل الفنانين؟ يمكن هذا وضعك حقيقة، كثير فنانين من جيلك ومن قبل يشاركون هذا الوضع لكن ما يحبون يفصحون عنه، فهذه واحدة من الإيجابيات أنه أنت جذب انتباههم إلى أنه ترى أكو فنانين حالتهم حالة للأسف الشديد. نتكلم الآن. عفواً انت عفوا اعلق على حكايتك هاي الجميله اللي قلت لي، مو بس انت الفنانين، انا اريد ما ابدا اكون اناني وبس اريد ادني النار لخبزتي، انا اريد ادافع عن كل حقوق الفنانين المضمونين خطيه. يعني فنانين رواد كبار مرضوا ما عندهم دوه، ليش ما تقرون تقاعد الفنان؟ ليش ما يقرون تقاعد الفنان؟ هذول احنا الشياب يقولون تقاعد حتى نحافظ على كرامات. طيب انتم طيب هل هناك بالفعل، انا يعني سمعت، هل هناك بالفعل انه في لجنه من وزاره الثقافه والسياحه والاثار دا تسعى بتشريع قانون يصون ويحفظ كرامات الفنانين والعلماء والرواد؟ صح هذا الشيء؟ زارني انا زارني معالي وزير صديقي ابن مدينتي زارني للبيت. نعم. قلت له دكتور عبد الامير ولا اسوي زحمه عليك، انا كل شيء من عندك ما اريد حتى لا استثمر علاقتي وصداقتي معاه. نعم. شيء اهم شيء ان يبنى مسرح الرشيد، ان ما حد يتجاوز على خال مرجان هذا التراث اللي انباع. نعم. من الدراع. نعم. وغيره وغيره وغيره، واريدك تدخل على الخط على مود اقرار. نعم. تقاعد الفنانين الرواد احنا الكبار. اذا كانت استاذ حسين هذه المناشده يعني حققت الهدف المرجو منه، اضافه انه فتحت الابواب على نقاشات عديده تخص الفنان والفنانين والاماكن العريقه اللي لازم نحافظ عليها. اتمنى لك كل التوفيق ومبروك على قلاده الابداع. خلينا نحكي بالاشياء المفرحه. اكرر شكري للاستاذ سعد وموقفكم. الاستجابه كانت اسرع مما تتوقع. اسلجتم صدري تستاهلها والله. ويجي واحد يسجلني يقول لي تستجبي انت بابا عمي الرجل كريم
الرسول صلى الله عليه واله وسلم يقبل الهديه، وسعد بزاز هذا الحبيب ما ينسى فنان ولا ينسى مبدع، وكل واحد ما يحب الفنانين وما يحب المبدعين انا اعتبره عميل. اسمعوني باعلى صوتي اقول اللي ما يحترم الفنان اللي طيب ليش من صيغه بغير شكل؟ ليش ما نسال هل الفنان حسين نعمه يستحقها؟ الكل راح تقول يستحقها. يعني ليش ما فنان في يوم من الايام ارهابي؟ لا انت تستحقها، فجر نفسه تستحقها، اكيد تستحقها. انا ما استحقها، الاخرين يقولون انا ما اريد اعطي قيمه كبيره لنفسي بقدر ما الناس هم اللي يقيمون. والله محبيك كثار يا استاذ حسين، محبيك كثار وتاريخك الفني يشهد لك، وكل العراقيين اتصور ما مختلفين عليك، المختلفين قله وهذا شيء طبيعي، لكن الاكثريه لحد الان اغانيك الجميله في ذاكرتنا، ولحد الان هذا تاريخك احنا نتباهى به. انت مثل ما قلت يعني من صروح ومن اعمده الغناء العراقي، فتستاهل قلاده الابداع. وان شاء الله يا ربي يعني ايضا يعني هم اريد اقول انه مثل ما تم الالتفات الى حضرتك وتستحق كل خير، تستحقها واقولها من كل قلبي وعن لسان كل العراقيين اللي يحبوك، تستحقها وتستحق اكثر، لكن ايضا خلي المسؤولين ايضا يتنبهون الى شيء، ان انت حكيت بلسان اب، فكثير من الاباء اليوم هم مقهورين على اولادهم، يريدون لهم وظائف يعني متخرجين وقاعدين، فايضا انتبهوا الى هذا يعني عينون. نعم، فلازم ينتبهون الى هذه الشريحه. جزيل الشكر لك، جزيل الشكر لك، الله يحفظك، جزيل الشكر، مبروك على قلاده الابداع، وكل شيء بحقك قليل. ممنون من لا تسمع ممنون للآخرين، اسمع للمحبين، اسمع للمحبين وافرح واتمنى لك كل خير، ان شاء الله نلتقيك وجها لوجه استاذ حسين. الله يحفظك، شكرا لك، الشرف الكبير، وممنون، ممنون، شكرا جزيلا، مع الف سلامه، شكرا، مع السلامه.